السلام عليكم، معكم نبيل رضوان في درس جديد من دروس ديال البيولوجيا اميزون. اليوم غادي ندير واحد الفيديو خفيف ظريف على ان موديل اللي شويه صعيب اس 3، هو التكنيك داناليز تكنيك شيميك بور لا بيولوجي. المهم نهضر على ليكستراكسيون، وبالضبط ليكستراكسيون ليكيد ليكيد، وشنو هما القوالب اللي كيتحطوا اللي كيداروا فيها باش تعرفوا تجاوبوا. المهم ليكستراكسيون هو لو فيت لاننا كنديرو اننا كنكستخيو ولا كنخرجو دي موليكول شيميك ولا دي زيسبي شيميك من واحد لا سوليسيون ولا من واحد لا بلونت ولا من نيمبورت كيل كومبوزي باش اكستراكتيوها و نديروها في ان اوتر سوليسيون ولا نكستراكتيوها نبيوريفيوها ونحصلوا على ديك لا موليكول شيميك. المهم ليكستراكسيون معروفه بزاف في التقطير، مثلا التقطير ديال الورد مع ورد ولا مع زهر بوغ لي كومبوزي فولاتيل ولا لي كومبوزي نون فولاتيل اوسي. الوغ في ليكستراكسيون كاين واحد السؤال كيتطرح بزاف اللي هو لو برانسيب، دوني توجور لو برانسيب. انا كنفضل انني نكتب البرانسيب من داكشي اللي كنفهم. الوغ دائما كنكتب سي ليكستراكسيون دي زيسبي شيميك ولا دي موليكول شيميك entre deux phases, une phase organique et une phase aqueuse. Il y a qu'on a qu'un alpha la phase organique, nous y a qu'un dira comme un alpha la phase aqueuse, nous y a qu'un dira. Bref, que qu'on a noqat juste noqat la noqat noqta onus, maintenant qu'on favor ré question du principe. Ce alternatif qui est fait pour l'extraction, هو le rendement. Que qu'on calcule le rendement. Ou bien calcule le rendement parce que بليزيوغ ايتاب باش توصل لهاد المرحله ديال لوندوم. وفي التمارين بارفوا اي بور شيماتيزي بعدا باش تعرفوا شنو هي ليكستراكسيون. بريف عندنا واحد عندنا لا سوليوشن 1 فيها ان كومبوزي اكس، ياك حنا اون فو ريكوبيري هاد لو كومبوزي اكس كان اجوتي اون سوليوشن 2 الميلونج ديالنا كيولي هو عفوا كيولي عندنا دو كومبوزي الكومبوزي دو سوليسيون، سوليسيون 1 اللي فيها الكومبوزي ديالنا و سوليسيون 2 ما فيها والو، واللي كون فو ريكوبيري هاد الكومبوزي فيها. ولكن شنو هما لي كاركتيرستيك اللي خص يكون عند لا سوليسيون 2 بارابور على لا سوليسيون 1؟ الوغ الكومبوزي اكس خصو يكون عنده لافينيتي ديال لا سوليسيون، يعني هاد سوليسيون اكس خصها تكون عندها بلوس لافينيتي لا سوليسيون 2 كو لا سوليسيون 1 باش نقدروا اننا نحركوها ونطلعوها للفوق. ومن غير لافينيتي خص لا سوليسيون 2 ولا سوليسيون 1 يكونوا نون ميسيبل ولا بارسيالمون ميسيبل، بحال الماء والزيت ولا بحال نون ميسيبل، هي ما كيتجمعوش ما كيتخالطوش لا يتجانسون. دونك ملي كنديروا لا سوليسيون 1 كنزيدوا عليها لا سوليسيون 2 كنميلونجيو. هنا في الكور غتلقاو اون شيما كلير ديال لا تكنيك كيفاش كيدير. من بعد شنو كيوقع ان كومبوزي اكس كيطلع بزاف لا سوليسيون 2 على لا سوليسيون 1، وبالتالي حنا اون ريكوبير واحد الكونسونطراسيون الفي ديال من الكومبوزي اكس لا سوليسيون ديالنا، وبالتالي كتكون عندنا لا سوليسيون 2 هي سوليسيون ديكستراكسيون ولا سوليسيون 1. دونك هاد لا سوليسيون ديكستراكسيون تقدر تكون هي فاز اكوز ولا الفاز اورغانيك. ولكن كيفاش حنا كنعرفوها؟ حنا كنعرفوها انطلاقا مناش انطلاقا من لي دوني ديال التمرين. مثلا كيقول لك لا سوليسيون لو كومبوزي اكس ا بلس دو لافينيتي ا بلس دو لافينيتي لا سوليسيون 2 كو 1. هنا كنعرفوا بان لا سوليسيون 2 هي لا سوليسيون ديكستراكسيون ولا سوليسيون 1 هي لا سوليسيون اللي يكون فيها الكومبوزي ديالنا. ومثلا كيقدر كيكون لو
اللي كنعرفوا بان لو هو لا سوليسيون لا فاز اكوز دو كيكون ان سوليسيون اورغانيك كنسميوه فاز اورغانيك. فاز اورغانيك هادشي غير باش كنفهموا التمرين وكنفهموا اشنو فيه. ولكن كيفاش نحسبوا الغوندومون؟ الو عندنا جوج ديال الكا بارفوا داك الفوليوم اللي كان اجوتيو ديال لا سوليسيون 2 كيكون هو نفسه نفس الفوليوم في لا سوليسيون 1. مثلا الفوليوم اللي عندنا في سوليسيون 1 هو 20 ونجوت لو مون فوليوم ديال لا فاز ديكستراكسيون اللي حتى هو 20 ام ال. في هذه الحاله كيكون عندنا ساهل نحسبوا الغوندومون لانها الحاله الساهله لان عندنا لو ميم فوليوم ديال الفوليوم ديال ليكستراكسيون هو الفوليوم انيسيال وبالتالي ما كيكونش عندنا مشكل. دونك في هذه الحاله اشنو كنخدموا؟ كنخدموا بجوج ديال القواعد اللي كيكونوا معطيننا كنكونوا عارفينهم. اولا هو لو كادي ولا لو كوفيسيون دو بارتاج. الكوفيسيون دو بارتاج اللي كيكون هو لا كونسونطراسيون اورغانيك كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك على لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوز اللي كيكون كيساوي واحد العدد واحد القيمه مثلا 100 ولا 50 ولا 60 ولا كيكون كيساوي واحد القيمه. وكنكونوا عارفين بان لا كونسونطراسيون انيسيال اش كتساوي؟ هي لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك بلس لا كونسونطراسيون في لا فاز انيسيال في لا فاز اكوز عفوا. دونك لا كونسونطراسيون انيسيال هي المجموع ديال لي كونسونطراسيون اللي كاينين في لي دو فاز ديالنا. داكور الوغ كيفاش غادي نحسبوا هادشي باش نكالكوليو لو روندومون؟ لو روندومون اش كيساوي لو روندومون؟ لو روندومون هو لا كونسونطراسيون في لا فاز ديكستراكسيون على لا كونسونطراسيون انيسيال فوا 100. هذا هو لو روندومون ديالنا. الوغ باش نعرفوه خصنا باش نوصلوا لهذه المرحله هذه نكالكولو لو روندومون خصنا نحسبوا لا كونسونطراسيون في لا فاز ديال ليكستراكسيون اللي هي في لافاز اورغانيك. مثلا الا كانت عندنا ليكستراكسيون في لافاز اورغانيك ولا نحسبوا لا كونسونطراسيون في لافاز اكوز الا كانت عندنا ليكستراكسيون هي في لافاز اكوز كدير. دونك غادي نستعملوا هذه القاعده وهذه القاعده باش نخرجوا الروندومون ديالنا. نقلب الورقه. الوغ باش نحسبوا الروندومون ونوصلوا للمرحله اللي نحسبوا الروندومون خصنا نحسبوا لا كونسونطراسيون في لافاز ديال ليكستراكسيون في لافاز سوا لافاز اكوز لافاز اورغانيك. وحنا اختارينا بان لافاز اورغانيك هي لافاز ديكستراكسيون. غير باش تفهموا لا كونسونطراسيون اللي باغي نحسبوا شنو هي. الو قلنا لا سوليسيون 1 فيها لو كومبوزي اكس كون فو اكستراير. جدنا لا سوليسيون 2 اللي هي لا سوليسيون ديكستراكسيون اللي فيها غادي يطلع لو كومبوزي ديالنا اكس. دونك حنا غادي نحسبوا له لا كونسونطراسيون ديالو هنايا اللي هي لا كونسونطراسيون في لافاز اورغانيك اللي هي لافاز ديكستراكسيون. دونك عندنا حنايا جوج ديال المجاهيل وهذا كيكون معطينا في التمرين لا كونسونطراسيون انيسيال ناخذوها مثلا هي 10 غرام بار لتر. ولكن لا فاز اورغانيك ولا فاز لا كونسونطراسيون اكو في لا فاز اكو ولا فاز اورغانيك ما عارفينهاش. دونك كيفاش غادي نقدروا نخرجوها؟ الوغ عندي لو كادي. لو كادي شنو هو؟ هو لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك على لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوز ايغال ا 100. داكور. الوغ انا شنو غادي ندير هنايا هو انني غادي نلاقي القاعده الاولى مع القاعده الثانيه ونشوف شنو غادي يعطيني. انا عندي هنايا جوج المجاهيل. علاش ما نخليش غير مجهول واحد ان انكوني واحد اللي غادي نخدم به؟ داكو نخليو حنايا لا كونسونطراسيون في لافاز اورغانيك اللي هنا هي اللي عندنا بها غرض. دونك اشنو غادي ندير هنايا؟ لو كادي من جوج نقول بان لو كادي ايغال à la concentration de la phase aqueuse, égale à 100 à la concentration de la phase organique sur 100. Alors, on a une autre scénario. La concentration de la phase aqueuse. Obtenez la phase aqueuse, qu'est-ce que la phase organique? Concentration de la phase organique, elle a 100. D'accord, c'est bien. Donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un,
اش كيعني هذا؟ يعني ان لا كونسونطراسيون انيسيال ايغال لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك زائد شنو لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوس، اللي لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوس كتساوي لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك سور 100 زائد لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك سور 100. مزيان، دونك لا كونسونطراسيون انيسيال اش كتساوي في هذه المرحله؟ كتساوي لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك عامل واحد زائد واحد سور. دونك لا كونسونطراسيون اورغانيك اش كتساوي؟ كتساوي هي 10 ناقص 1.01. دونك لا فاز اورغانيك كتساوي 9.9 غرام بار لتر. هي لا كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك كتساوي 9.9 غرام بار لتر. الوغ لا كونسونطراسيون في لا فاز اكوز كتساوي اشحال؟ كتساوي كتساوي هي كونسونطراسيون انيسيال ناقص كونسونطراسيون في لا فاز اورغانيك اللي كتساوي 0.1 غرام بار لتر، لان المجموع خصو كيساوي ان. داكوغ، نجيو دابا للغوندوم. الغوندوم شنو كيساوي؟ هو الكونسونطراسيون في لا فاز ديكستراكسيون على لا كونسونطراسيون في لا انيسيال فوا 100. لا كونسونطراسيون في لا فاز ديكستراكسيون اشنو هي؟ هي لا كونسونطراسيون اورغانيك، لان لا فاز اورغانيك هي لا فاز ديكستراكسيون. لو روندوم اشحال كيساوي في هذه الحاله؟ هو 9.9 على 10 فوا 100. دونك لو روندوم هو 99%. يعني اش كتعني لو روندوم؟ يعني في هذه الحاله اون ا ريكوبيري في لا سوليسيون 2 99% من لو كومبوزي اكس. دونك هذه هي لا فاز ديكستراكسيون في الكا البلو سامبل، ملي كيكون عندنا لو ميم فوليوم كنخدمو ببساطه بلي كونسونطراسيون. بلي كونسونطراسيون نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم بطبيعه الحال. نتمنى انكم ديروا لو بارطاجي، زائد واحد سبسكرايب عندنا في لاشين باش نأوغمونتيو لو نومبر ديال لي بيولوجيست عندنا. وما تنساوش حتى لا باج ديال لا بيولوجي اميزونت في يوتيوب سور فيسبوك اوسي وفي كاع لي ريزو سوسيو. بون كوراج و تشاو تشاو.